اهلا بيكم، عاملين ايه النهارده؟ معانا من سوق السيده عائشه مع عاطف، طبعا من الناس المحترمه جدا في السوق وعنده مستويات حلوه، سواء عندنا الشرس او المسالم. دلوقتي هنتفرج مع عاطف على الحاجه والاسعار. هنا السيكل ده الافريقي، نبدا بالحاجات المتوحشه كده. دي الواحده ب 30 جنيه والاربعه ب 100 جنيه بس. ده اللي هو عندنا في حجمين، حجم الصغير ده الصغير كده، طبعا زي ما انتم شايفين احجام حلوه. ماشي، نخش على الكبير. الاحجام الكبيره عاطف دي هنا طبعا تشكيله فيها انواع مختلفه، في سنو وايت وفي اليلو كذا حاجه. اه دي عامله 75 من الاخر خالص. ده الكبيرة ب 75 والصغيرة كانت ب 30. اه ده عرض قناة سمكاتو. ها ماشي، الكلاريوس ده عاملة 50 جنيه الحجم ده، والخمسة ب 200 جنيه. برضو الكلاريوس دوت من الحاجات الشرس. ماشي، دلوقتي هنبدأ بقى بالمسالم. اتفرجوا بقى معانا أحجام متميزة يا جماعة مع عاطف. في بقى الحاجات الكبيرة دي، مات الفانتيل الكبيرة دي، دي عاملة 25 جنيه. طبعا حجم كبير يا جماعة، حجم كبير وسعر حلو قوي. وبنعمل عروض برضو الخمسة ب 100 جنيه. نخش برضو على مقاس تاني. عاطف عامل لنا حبة عروض للقناة النهاردة مميزة. ده الواحدة ب 10 والستة ب 50 جنيه. برضو أحجام حلوة يعني نسبة للأم 25 دي كبيرة برضو. نخش برضو على الكوي ده، نفس الكلام، الواحدة بعشرة والستة بخمسين. نخش على المقاس الكبير ده، دي عاملة 15 والتمانية بمية جنيه. ده عندنا عليها عرض برضو يا جماعة، عندنا عرض هنا. ماشي، نخش بقى على السمكة الأنجل الجميلة، طبعا من الحاجات التحفه. سمكه هنا عندنا حجم كبير، دي عامله 100 جنيه بس الامهات الكبيره دي. ده هنا في نوعين صح؟ في كذا نوع. اه جولدن ماربل، وفي كوي، وفي اللي هو البلاك اند جولد دي. اه كذا حاجه زي الفل. الله ينور. انا شايف هنا في جوبي اهو، في جوبي اللي بيحب التفريخ عندنا. اه حاجات معبيه امهات جاهزه اهي. اه ذكر وانتهى ب 50 السانتا كلوس جوبي ده. احجام جميله يا جماعه والالوان تحفه بتاعت الجوبي هنا اهو. في هنا برضو الالبينوس توماس، دي عامله 20 والسته ب 100 جنيه الحجم الكبير ده. اتفرجنا على الالبينو ده، هنا الالبينو مقاسات كبيره زي ما انتم شايفين. بكام دي يا عاطف؟ دي الواحدة ب 20 والستة ب 100 جنيه. الواحدة ب 20 والستة ب 100 جنيه، عرض جميل. يلا نخش على اللي بعده. هنا في كذا حاجة، تايجر بارب كله بس كذا نوع، عادي والبينو وجرين. نبدأ بالعادي، الواحدة ب 20 جنيه والستة ب 100 جنيه. الالبينو ده الواحدة ب 30 والأربعة ب 100 جنيه اللي هو الأصفر. في عمنا اتفضل، في الاخضر هنا الواحده ب 50 والخمسه ب 200. عندنا البينو ريمبو شارك الواحده ب 30 جنيه. كاتفيش المدرعات الامهات دي الواحده ب 15 جنيه. طبعا زي ما انتم عارفين يا جماعه ده من السمك الخدمي في اللحوار. ماشي، عندنا جوبي برضو حاجات عاديه، مش عاديه قوي برضو، في اندولار وكراون ودبل تيل وجرين كوبرا كذا حاجه. الواحده ب 10 والدسه ب 100 جنيه. ده ميكسات يعني. في السيكرت تترا، في سيلفر شارك الواحدة ب 60 أي منهم، والأربعة ب 200 العرض للقناة. في كولي لوتش الواحدة ب 25 والخمسة ب 100 جنيه. طبعا الكلر سكيرت دي من الحاجات المبهجة بتوع في اللحوض، اللون بتاعها حلو وما بيروحش يا جماعة. ماشي، هنا بقى عندنا البالون مولي زي ما انتم شايفين، والابل سنيل، حاجات كلها حلوه. ايه بالون مولي الاثنين ب 15 جنيه الحاجات البالونات دي. اه والابل سنيل عامله كام؟ الواحده ب 10 والسته ب 50 جنيه، عليها عرض برضه.
كله موجود عليه عروض ان شاء الله. زي الفل. عندنا برضو حاجات من الالوان المبهجة في الحوض ده، نيو بالعيلة كلها. اللي في الحوض ده الواحدة ب10 والستة ب50 جنيه، اللي في الكيس ده الاربعة ب10 جنيه، ده اللي هو العادي الطبيعي بتاعنا. وسع للعروض مع عاطف، وسع. المولي هنا الواحدة ب5 جنيه والعشرة ب40 جنيه. في حجم تاني كبير هنروح له برضو اتفرجوا. الحجم الكبيرة يا جماعة، الحجم الكبيرة والدستة ب100 جنيه، الواحدة ب10 والدستة ب100 جنيه. يلا نلحق العروض مع عاطف النهاردة. احنا النهاردة قاعدين لغاية الساعة 6 اهو في سوق السيدة عايشة. يلا اللي عايز يلحق العروض. هنا عندنا بقى من الحاجات المبهجة الجميلة جدا السمك اللي انا بعشقه، عندنا الاورنادا الريد كاب. زي ما انتوا شايفين حجم متميز، الوان جميلة ايه، وحاجة تحفة. بكام السمكة دي يا عطف؟ دي عاملة 200. السمكة ب200 يا جماعة، سمكة حجمها حلو. هنا في انجل كوي يا جماعة، انجل كوي زي ما انتوا شايفين كده، دي مقاس متوسط اهو. بكام دي يا عاطف؟ دي عاملة 50 والخمسة ب200. تمام. وعندنا الكلاون لوتش، الكلاون لوتش ده عامل 400، الحجم الكبير ده كلاون لوتش الجزء ب400 اهو. وعندنا هنا بلاك جوست ريشة، بكامل سعره عاطف؟ الواحدة ب150 جنيه. ب150 يا جماعة، احجام حلوة قوي. عندنا هنا برضو في مقاسين سردات، حاجات حلوة وفي حاجات منها معبية. دوت المقاس الكبير بكام ده؟ 20 والستة ب100. الواحدة ب20 والستة ب100. الحق العروض يا جماعة. نخش دلوقتي على المقاس الصغير اهو. هنا ده الحجم الثاني، الواحدة ب15 وعليه عرض برضو يا جماعة الستة ب100. هنا عندنا بنجاسوس من الحاجات المسالمة، احجام كبيرة. الحتة اي حاجة بيقعد مع اي حاجة، الحتة ب20 جنيه، والستة ب100 جنيه، والستة ب100. اوعى العرض. وهنا انجيلات صغننة، ده وسط، دي الواحدة ب15، الواحدة ب15، وده اسمه ريد تيل بلاك شارك. دي عاملة 65 جنيه. حجم جميل يا جماعة، حاجة من النوادر دي، حاجة من النوادر ما بتلاقيهاش كتير. ده جرامي جولد الواحدة ب10 جنيه، ونعمل عليه عرض برضو الستة ب50. وعندنا هنا برضو بلاك ستوماس اهو، زي ما انتوا عارفين برضو السمك خدمي، من السمك الخدمي. بكام البلاك ستوماس؟ الواحدة ب15 الكبيرة دي والتمانية ب100. الواحدة ب15 والتمانية ب100. اوعى العروض مع عاطف، يلا وسع العروض. نخش بقى على الفيطرات دلوقتي. هنا عندنا برضو تشكيلة من الفيطرات، حاجات من الحاجات الجميلة. عاطف دي الواحدة ب40 جنيه، وعندنا الذكر الكبير ده 75 جنيه. ونخش على النتايات، هنا دي ب25. طبعا الفيطرات دي من الاسماك اللي شكلها تحفة، طبعا انتوا عارفين ان انا ايه بحبها جدا يعني. وهنا برضو عندنا الانجيلات، الواحدة ب10 والستة ب50، زي ما انتوا شايفين كده، ده المقاس الصغير. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع، في مقاس صغير ب10، وفي مقاس الوسط، ومقاس الكبير زي ما انتوا شفت 15، ومقاس الكبير ب100. نورتنا في القناة ودايما منور، ويا رب يجعلك في النجاح دايما، وكل سنة وانت طيب. الله يبارك لك. ويا جماعة ما تنسوناش بالدعم من لايك والسبسكرايب. الله يبارك لك. باي باي.